استقبل محافظ القاهرة خالد عبد العال بديوان عام المحافظة وفدا من العاصمة الفيتنامية هانوي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العاصمتين القاهرة وهانوي في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية. وخلال اللقاء أكد محافظ القاهرة تطلع المحافظة إلى مستقبل أفضل ومرحلة جديدة تشهد نموا في آفاق التعاون بين القاهرة وهانوي في شتى المجالات. كما أكد محافظ القاهرة تطلعه إلى توقيع مذكرة تآخي لتنظيم في مجال التبادل الشبابي والطلابي وترويج فرص التعليم وكذلك أنشطة التعاون في المجالات المحلية والثقافية بين البلدين.